مساء الخير عليكم متتبعين قناة كويزين شاما، كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا ما شاء الله كيف ما شفتوا هاد الأيام هذه شوية الحال يعني كاين الحرارة، فالناس كيبغيو غير يشربوا العصير شي حاجة اللي هي باردة أو اللي ياكلوا تحليات اللي كتكون باردة. بغيت نشارك معكم اليوم طريقة أخرى في تحضير واحد التحلية تركية كتجي غزالة بزاف في المذاق ديالها وحتى في الشكل ديالها، اللي سبق لي حضرتها معكم من قبل. درتها بعصير الليمون أو البرتقال. اليوم إن شاء الله غنديروها بشكل آخر وبمذاق آخر، فخليكم معايا إن شاء الله لآخر الفيديو وباش تشوفوا الطريقة والمكونات ديال هاد التحلية التركية. فكنبداو بسم الله. بأول حاجة كناخدو الطاوة اللي غادي نوضعو فيها هاد التحلية هادي، كناخدو معلقة كبيرة ديال الزبدة وكنحاولو ندهنوها مزيان بهاد الطريقة هادي باش هكا ما كيتلصقش لينا الجوز الهند فيها. فكنستمروا بحال هكا كما قلت لكم باش كتفادوا ان الكوك ما كيلصقش لكم. وهكا كيساعدكم باش تقدروا تهزوا التحليه وما تكونش لاصقه في الطاوله، يعني كتحيد لكم بسهوله. كناخذوا جوز الهند، تقدروا تضيفوا الكميه اللي بغيتوا، انا كنفضل انني نضيف كميه كثيره. فكنديروه في الجوانب وكنحاولوا ننزلوا جوز الهند بحال هكا في الجوانب ديال الطاوه كاملين. من بعد ما رشينا جوز الهند مزيان في الطاوة كيف ما كتشوفوا، يعني رشيناها مزيان، غادي ندوزو المقادير ديال الطبقة الأولى من تحلية تركية لقمة الباشا أو لقمة السلطان. غادي نحتاجو فيها تقريبا كاس كبير ما يعادل جوج كؤوس من كيسان ديال العبة من الحليب. غنحتاجو كاس وربع ديال الدقيق الابيض، كيف ما كتشوفوا الكاس راه ما عامرش بزاف، كاس ديال العنبه من سكر سنيده، كاس لاروب يعني حتى هو ما عامرش، معلقه كبيره من النشا، جوج معالق كبار من الكاكاو بودر، وعندنا الشوكولاته الاسود حتى هو غادي نحتاجوه باش كيعطينا هذاك المذاق زوين في التحليه. فهادو هما المكونات بالنسبة للطبقة الأولى ديال هاد التحلية التركية. وغنبداو بسم الله في تحضير الطبقة الأولى من تحلية ديال لقمة الباشا. كناخدو الكاسرول فاش غادي نطيبو هاد الطبقة. غنضيفو، انا هنا غنضيف النواشف هما الاولين، ولكن الا كان عندكم تخوف انهم يعني ملي تكونوا كطيبوا يعقد لكم الخليط بزاف من التحت، تقدروا تضيفوا سوائل هما الاولين، يعني تضيفوا الحليب هو الاول من بعد تضيفوا ليه باقي النواشف. يعني ضفنا الدقيق، ضفت ليهم معلقه كبيره من النشا، كاس لاروب من سكر سنيده، وزوج معالق كبار من الكاكاو بودر. من بعد ما ضفنا هاد النواشف كنحاولوا نخلطوهم مزيان باش ما يبقاوش لينا هادوك الحبيبات اولا التكتلات ديال الكاكاو بودر. و
ودابا غنضيفو جوج كيسان ديال العنبه من الحليب وغنخلطوهم مره اخرى مزيان قبل ما نوضعوهم فوق النار. حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو يعني متجانس وما فيهش الحبيبات بزاف. وكنوضعوا الكاسرول ديالنا اللي فيها جميع المكونات ديال التحليه او المكونات ديال الطبقه الاولى فوق النار اللي هي تكون شويه مهيله يعني ما كنجهدوش عليها النار، وكنستمروا في التحريك مزيان حتى ما كيبقاوش عندنا هذوك الحبيبات يعني صافي كيذوبوا كاملين ما كيبقاوش. ملي كنبداو نحسو بالخليط يعني بدا كيعقد كنضيفو ليه معلقه كبيره من الزبده وكنستمروا بالتحريك. من بعد ما بدا الخليط ديالنا كيعقد ضفنا ليه معلقه كبيره ديال الزبده. هنايا غادي نبداو نضيفو الشكلاط الكميه اللي عندنا وغنستمروا مره اخرى في التحريك حتى كيذوب لينا هاد الشكلاط مزيان. وفي هذه المرحله غادي نستعملوا السباتول هي اللي غادي نسرحوا بها هذه الكريمه او هذا الخليط ديال الطبقه الاولى. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وضعنا الخليط كامل وسرحناه في الطاوه كامله دابا غادي ندخلوه للمجمد لمده ديال 15 دقيقه حتى كتشد لنا الطبقه الاولى في راسها مزيان وندوزو للطبقه الثانيه. بالنسبه للمكونات ديال الطبقه الثانيه غنحتاجو فيها جوج كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين من الحليب، غنحتاجو 5 ديال المعالق من سكر سنيده، كاس ديال الدقيق الابيض، كاس ديال العنبه، معلقه كبيره ديال اولا معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الزبده، غنحتاجو معلقه كبيره من شمايزينا والشوكولات الابيض. وغنبداو بسم الله كناخذو الكاسرول كنضيفو فيها جوج كيسان ديال الحليب. هنايا انا ضفت شويه، نضيفو سكر سنيده
معلقة كبيرة من النشا، نضيف كاس ديال العنب من الدقيق الابيض، وكنبداو نحركو في هاد المكونات. وكيف ما شفتو معايا الطريقه اللي درت في الطبقه الاولى، يعني في الطبقه الاولى سبقت النواشف هما الاولين، وفي الطبقه الثانيه درت السوائل، يعني درت الحليب هو الاول عاد ضفت ليه باقي النواشف. تقدروا تخدموا بالطريقه اللي جاتكم سهله، وإذا كان عندكم تخوف كما قلت لكم انه يقدر يعقد لكم الخليط، يعني الدقيق يبقى لاصق لكم لتحت، ضيفوا السوائل هما الاولين. كنوضعوا الخليط فوق نار اللي هي مهيله، وكنبداو كنحركوا كنضيفو معلقه صغيره عامره ديال الزبده، وكنستمروا في التحريك حتى كتذوب. فكنستمروا في التحريك، ملي كنحسو بالخليط ديالنا بدا كيعقد كنضيفو الشكلاط الابيض الكميه اللي عندنا، وكنحركو حتى كيدوب مزيان. وبنفس الطريقه كان من بعد ما كيعقد لينا الخليط كيف ما وريتكم في الطبقه الاولى، كنخويو بالخليط فوق هذيك الطبقه وكنرجعوها لمده 15 دقيقه مره اخرى للمجمد حتى كتبرد لينا مزيان، وكنقدروا يعني كيسهل علينا اننا نقطعوا التحليه ديالنا. من بعد ما بردات لي التحليه كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. بالنسبه للتحليه اللي كنت حضرت معكم بطريقه اولى بمذاق مختلف من قبل، غنخلي لكم الرابط ديالها في اخر الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. وبالصحه والراحه.